جيش توتال جامدين جدا، وحشتوني كتير كتير. بشكركم على تفاعلكم اللي زي القمر، والنهارده ان شاء الله هنكمل اخر حلقات فتاه الذئب والامير الاسود. واللي ما شافش الجزء الاول والتاني والتالت هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، روحوا شوفوه وتعالوا لنا بسرعه. وما تنسوش تحطوا اللايك الجميل ويلا بينا. كنا وصلنا لما كاميا شكر كيويا وقال له لما الاقي حبيبتي الحقيقيه هنخرج مع بعض احنا الاربعه. وبعدها اريكا بتروح تقول لكاميا انت واخد كيويا مني وانا عاوزه اخرج معاه. قال لها ما انت اللي طلبت مني اهتم بيه. فكيويا بيزعق لهم هما الاثنين، واريكا بتقول لصاحبتها انا مبسوطه جدا علشان عيد ميلادي قرب واكيد هخرج فيه مع كيويا. ولما بتروح تساله يوم 23 يناير مش بيفكرك بحاجه؟ فبيقول لها لا، فبتتصدم وبتقول له ده يوم ميلادي. فبيقول لها طب وانا اعرف منين؟ فبتقول له المفروض تعرف لوحدك وتعملها مفاجأة كمان. فبيقول لها ده انت احلامك عالية قوي. فبتقول له طب هتخرجني؟ قال لها خلاص خلاص هخرجك، اهدي بقى وقولي لي يلا عاوزة ايه هدية عيد ميلادك. فبتقول له انا عاوزة الحب. وبيروح يفكر مع تاكيرو وكاميا اصحابه هيعمل ايه مع اريكا. فبيقترح عليه انه يعزمها في مكان على العشاء. فبيقول لهم لا. فتاكيرو بيقول له خلاص شوف ايه اللي بيفرحها واعمله. اكيد شفتها فرحانة في يوم من حاجة معينة، ومش لازم تقول لها كلام حب، اعمل لها الحاجة اللي بتفرحها. وتاني يوم صاحبة اريكا بتقول لها ازاي تقولي له انك عاوزة حب؟ بتقول لها ده عيد ميلادي ونفسي ولو لمره كيويا يصرحني بحبه. فبتقول لها وانت متخيله ان كيويا هيقول لك كده بمنتهى السهوله دي؟ فبتقول لها كفايه عليا اني اكون معاه، وكيويا بيكون واقف سامعها. وإريكا بتقول لها ان هي حاطه خطه انهم يروحوا يتعشوا مع بعض وبعدين يروحوا السينما، وطبعا كيويا بيكون سامع. وبيجي يوم ميلاد إريكا وبتعمل شعرها، فكيويا بيلاحظ وبيقول لها ايه الحلاوه دي؟ فإريكا بتفرح قوي وبيروح علشان ياكلوا، بيقدم لها هديه وطبعا بتطير من الفرحه وبتكون اسوره فبتشكره جدا عليها. وخلاص بيتشجع وهيجي يقول لها انا بحبك، فبيرجع في كلامه وبيقول لها انا عاوز اشم هوا، وبيقوم يشم الهوا وبيشتم نفسه انه ما قدرش يقولها لها. وبياخدها على السينما علشان يتفرجوا على فيلم معين، وبعدها بيقرر يقول لها انا بحبك بس برضه مش بيقدر، وهي بتكون مستغربه تصرفاته طول اليوم. وبعدها بيطلعوا يضربوا كريب شوكولاته، وبعدها بيقول لها هي هنروح على فين تاني، وبيفضلوا يلفوا شويه في المدينه. وبالليل بيركبوا مركب، وفجاه كده بيقول لها هقول لك على حاجه مره واحدة بس. فبتقول له ايه؟ فبيقول لها شعرك كان جميل النهارده، وبرده مش بيقول لها على مشاعره. واليوم بيخلص، وإريكا بتشكر كيويا انه كان معاها يوم عيد ميلادها، وبتقول له انها بتحبه قوي. وتاني يوم بتروح إريكا المدرسه وبتكون مبسوطه من هديه كيويا ليها، وده بيكون اخر يوم في المدرسه واجازه الصيف بتبدا. وكل واحد بيقول هيقضي اجازته ازاي. وهم مروحين هم الاربعه بيقابلوا بنت جميله بالصدفه، وبتجري على كيويا وبتسلم عليه، وبتطلع اخته الكبيره ريكا وبتتعرف عليهم وبتشكرهم على اهتمامهم بكيويا اخوها، وبتعرفهم ان هي عايشه مع مامتهم وبتيجي هنا مرتين في السنه بس، وكل ما بتكلم كيويا مش بيرد عليها. وبتاخده وبتروح على البيت وبتقول له ان هي هتقعد هنا لفتره طويله، وكيويا بيكون متضايق. فبتقول له حبيبتك اسمها اريكا مش كده؟ انت لسه البنات بتجري وراك برضو بسبب شكلك؟ فبيسيبها وبيمشي. فبتقول له اكيد دي نزوه مش علاقه حقيقيه مش كده؟ قال لها مالكيش دعوه. فبتقول له انا مش هسمح لك تلعب بمشاعر البنات. فبيقول لها بس دي مش نزوه. فبتقول له معقول تكون بتحبها بجد؟ فبيسيبها وبيمشي لتاني مره. وتاني يوم ريكا بتكلم اريكا في التليفون وبتتفق معاها ان هي تخرج النهارده، وفعلا بيخرجوا مع بعض. واريكا بتفكر ان هي طلبت تقابلها علشان تقيمها وتشوف هتنفع لاخوها ولا لا. فبتقول بينها وبين نفسها دي فرصتي علشان اخليها تاخد عني انطباع كويس. وبتقول لها مبسوطه اني قابلتك النهارده وتعالي نقضي اليوم كله مع بعض. فريكا بتتبسط وبيروحوا اماكن كتير فعلا، وكل الاماكن تقريبا عباره عن محلات اكل. فاريكا بتتخض منها لانها بتاكل كتير جدا. وهم قاعدين ريكا بتقول لها ان كيويا بيلعب بيها وانه لسه طفل، وانها مش مصدقه تغييره المفاجئ ده. فاريكا بتقول لها هو فعلا كان بارد في الاول بس هو اتغير وقال لي ان حبيبته الوحيده. فاريكا بتضحك وبتكون مش مصدقه كلامها. فاريكا بتتضايق وبتقول لها وجاب لي سلسله دليل على اني ملكه، وبرده بتقعد تضحك عليها. فبتنفجر فيها وبتقول لها قال لي كمان انه بيحبني. فريكا اخته بتقول لها كفايه كذب هتموتيني من كتر الضحك، وكل كلامك مستحيل يكون حصل. فريكا بتزعل وبتقول لها انا مش كدابه وكيويا بيحبني فعلا. فبتقوم ريكا وبتقول لها انت ازاي تكلميني بالطريقه دي؟ فريكا بتقول لها حتى لو كنتي اخته مش هسمح لك تغلطي في حبيبي. فريكا بتقول لها ايه رايك تدخلي معايا في تحدي ولو انت كسبتي انا هعتذر لك. وفجاه وكيويا قاعد مع صاحبه ريكا بتتصل عليه وبتقول له تعالى خدني من الفندق لان مش معايا فلوس.
فبيقول لها خلاص خليكي هناك للابد. فبتقول له طب هتتخلى عن حبيبتك؟ اريكا معايا وهي تعبانه جدا، ولو عاوز تطمن عليها تعالى شوفها. فطبعا بيروح لها على طول وبيقول لها هي فين. وإريكا ما كانتش تعرف إن كيويا هيجي وبتكون في الحمام، فبيسألها إيه اللي حصل يا إريكا؟ فبتقول له أختك اتحدتني في مسابقة أكل وأنا فضلت أكل لحد ما تعبت. فأخته بتقول له هات بقى فلوس المسابقة اللي إريكا خسرتها. وطبعا ريكا بتكون متضايقة من أخوها. أما كيويا فبيسأل إريكا أختي ليه اتحدتك؟ فبتقول له كانت بتغلط فيك وطبعا الموقف ضايقني حتى لو كانت أختك. فبيقول لها سيبيها تقول اللي هي عاوزاه. فبتقول له إزاي يعني؟ لو هي غلطت فيا أنت هتسكت؟ فبيقول لها هتصرف بطريقة مختلفة. أما ريكا وهي راجعة مع كيويا بتقول له أنا حبيت إريكا قوي وهي بنت عندها حماس وهاخدها معايا كوبي عند أمي. وبتبعت لها رسالة بتعرفها وبيسافروا كوبي هما التلاتة. وريكا بتكلم أمها بتعرفها إنهم وصلوا وبتيجي علشان تاخدهم، وبتقف تسلم على إريكا. وإريكا بتلاقيها ست لطيفة ورقيقة عكس كيويا وريكا أولادها. ولما بيروحوا البيت إريكا بتقعد معاهم، بس كيويا بيروح على أوضته. ولما أخته بتقول له تعالى اسهر معانا شوية ما بيرضاش، وأمهم بتنام من كتر الشرب. وريكا وإريكا بيفضلوا يتكلموا شوية، وريكا بتحكي لها إن كيويا بيجي هنا كل فين وفين، وكالعادة بيدخل على أوضته وما بيقعدش مع مامته خالص. وبتقول لها إن أبوها وأمها منفصلين عن بعض من زمان وإنها كانت كبيرة كفاية وقدرت تتقبل الوضع. أما كيويا وقتها كان لسه صغير وما قدرش يتقبل الوضع، والموضوع بالنسبة له كان صدمة كبيرة. وبتقول لها بس دلوقتي كيويا حبك وقدر يخرج من مشكلته دي. أما كاميا بيروح لسانتا صاحبة إريكا وبيحاول يتكلم معاها بس بتتجاهله كالعادة، وبيقول لها إن إريكا وكيويا سافروا كوبي. فبتقول له أكيد كيويا صالح مامته بفضل إريكا. وتاني يوم بتلبس إريكا وريكا علشان يروح حفلة الألعاب النارية، وكيويا بعد ما كان رفض يروح معاهم قال لهم استنوا هاجي معاكو، وبيروح الحفلة هما التلاتة. وإريكا بتقول في بالها يا ترى ليه كيويا وافق يجي كوبي؟ معقول عشان يصالح مامته فعلا؟ وكل ما بيشوفوا لعبة كيويا ما بيرضاش يلعبها لأنه بيفتكر لما كان صغير، وبيفتكر إن مامته كانت بتحب السمك الذهبي، فبيقول لهم لا مش هلعب. وإريكا بتقول لهم ماما بتحب الأكل ده، فإريكا بتقول له تعالى ناكل، فبيقول لهم لا برضو، وبتروح تشتري حلويات. فكيويا بيلاحظ ان في ولاد بتعكسها فبيروح علشان يقف في ظهرها. فاخته بتقول علشان كده غيرت رايك وجيت معانا على اخر لحظه، بتغير على اريكا بقى وكده. طب اسيبك انا بقى شويه. فاريكا بتقول له خد دي اديها لمامتك ولازم انك تتكلم معاها بما اننا جينا لحد هنا. فبيقول لها مالكيش دعوه انت بالموضوع ده. فبتقول له لا ليه دعوه بما ان الموضوع يخصك. فبيقول لها وانا ما طلبتش منك مساعده. فبتمشي وبتقول له طيب هروح الحمام. ولما ريكا بتيجي مش بتلاقيها، اما اريكا فبتقول مش هستسلم، وبتكلم ام كيويا وبتقول لها الحقي يا حاجه عيالك قاعدين يتخانقوا تعالي بسرعه، وبيضربوا بعض كمان، والناس اللي معديين بيوقعوها. فبتقول لها طيب جايالك حالا. واريكا بتقول بكده اكون نفذت الخطه الاولى، بس لما بتيجي تقوم بتلاقي السلسله بتاعت كيويا اتقطعت والقلب اللي فيها ضاع. وطبعا بتتاخر على كيويا وريكا وبيفضلوا يدوروا عليها بس مش بيلاقوها ولا في الحمام ولا في اي مكان. وفجاه امهم بتيجي، فاريكا بتقول لها ايه اللي جابك هنا؟ فبتقول لهم اريكا اللي اتصلت بيا وقالت لي اجي الحفله من حوالي نص ساعه كده. فكيويا بيقول لها ده تقريبا الوقت اللي اختفت فيه. فبتقول لهم طب استنوا هاجي ادور معاكو، وبتبدا تنده عليها بصوت عالي وبتقول لهم ان دي الطريقه الوحيده اللي هنلاقيها بيها في الزحمه دي، وبعدين دي حبيبه كيويا الغالي سيبوها عليا. وبتفضل تنده عليها بصوت عالي، وفجاه كيويا بيلاقي ناس متجمعين، ولما بيروح بيلاقوا ريكا متبهدلة وعمالة تدور على السلسلة. فبيجي ويقول لها بتعملي ايه هنا؟ فبتعيط وبتقول له السلسلة اللي ادتهاني ضاعت بس اوعدك اني هلاقيها. فاخته بتقول لها اهدي بس ده مجرد شيء مادي. فبتقول لها لا دي هدية كيويا ليا ومهمة جدا بالنسبة لي ومستحيل اني اضيعها. فكيويا بيروح يدور معاها، وام واخته بيكونوا مستغربينه جدا، وبتبدأ الالعاب النارية تشتغل وبيلاقوا القلب بتاع السلسلة بينور، وبيفرحوا كلهم انهم لقوه وبيروحوا على البيت. وكيويا بيشكر امه انها ساعدته امبارح، فبتقول له اريكا بنت جميله وذوق وحلوه جدا. فبيقول لها بعد كده هبقى اجيلك على طول. فبتفرح، وريكا بتعتذر لاريكا على الكلام السخيف اللي قالته لها قبل كده، وبتقول لها لولاكي يا اريكا ما كانش كيويا اتغير وخلي بالك منه. فبتقول لها حاضر. وتاني يوم بيودعوهم علشان يرجعوا مدرستهم، وكيويا بيلاقي صور مع اخته مع اريكا وبتقول له انها اخدتهم من اخته وقالت لي ان انت عيطت لما وقعت لك الرجل
التلجي. قال لها أيوة، علشان مفيش حاجة بتتكسر من غير سبب. فبتقول له خلاص ما تزعلش، المرة الجاية هنبني واحد غيره وأكبر منه كمان. وإيريكا بترجع مدرستها وبتفضل تحكي لأصحابها عن أم كيويا وأخته، وبتيجي تفرجهم على الصور. فبيجي كيويا وبياخد منها التليفون وبيقول لها اعتذري. فبتقول له خلاص خلاص مش هحكي حاجة بعد كده، وبيمسح لها كل صورهم مع بعض. فبتقول له لا إلا الصور، ده الكنز بتاعي. فبيقول لها انت معاكي صاحب الصورة بنفسه، فمالهمش لازمة. ودي بتكون نهاية انمي فتاة الذئب والامير الاسود. اشوفكم في انمي جديد، وما تنسوش تحطوا اللايك الجميل يا احلى جيش، والاشتراك لو مش مشتركين، وشير كتير علشان اصحابكم يتفرجوا معاكم. وبس كده، بحبكم كتير، سلام.